النهارده من يا تلفزيون يا بيت العز حقيقي حلقه مختلفه تماما شكلا وموضوعا. اذا كنا بنقول بيت العز فالنهارده فعلا احنا بيت العز وبيت الاشقاء وبيت الحب الحقيقي. مش هقدر اقول غير ان دي من اجمل الحلقات اللي يفخر البرنامج انه قدر يسجلها النهارده. فتعالوا بينا نخش مع بعض بيت العز، بيت الحب، بيت الاشقاء الحقيقيين. عظيمه يا مصر يا ارض النعم، يا مهدي الحضاره يا بحر الكرم، نيلك ده سكر يوم ما عطر بدرك ينور بين الامم. عظيمه يا مصر، عظيمه يا مصر يا ارض النعم. دكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، انت حضرتك بتشرف الفطار النهارده ده للمره الكام؟ اول مره. لا مره متقابل، جيت اكثر من مره قبل كده بس يمكن فتره ما جيتش يعني. سعيد هو قداسه البابا شنودة، احنا بنحتفل السنه دي بالعام العاشر لهذا التقليد الجميل. تقول حضرتك ايه؟ اقول حبا لمصر وحبا لكل الاخوه الاقباط والمسلمين في يوم الوحده، ونحن نلتقي هنا. وفي الحقيقه مش لقاء بس مجرد الافطار، احنا لقاءنا دائم كل يوم مش النهارده بس، يمكن بس اللقاء اليوم على المائده الافطار، ولكن لقاءنا دائما كاخوه مسلمين ومسيحيين دائما موجود في ال 365 يوم يعني. دكتور كمال الجنزوري، وجود رئيس الوزراء وجود النهارده بيعني بالنسبه للبابا شنودة ايه؟ بيعني الكثير. بيعني الحب والصداقه والتواضع وحسن التعامل والتفكير الهادئ والمحبة بيننا وبين بعض. إن هذا اللقاء طبيعي كأرض مصر طبيعية منبسطة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهذا من عطاء الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحفظه ونحافظ عليه. وجود فضيلة شيخ الأزهر معنا كل سنة يعني إيه عند قداستك؟ يعني الكثير. يعني عمق المحبة بيني وبين بعض، فهو رمز للمسلمين وأمل للمسيحيين، وقد التقينا وزرت هناك في الأزهر الشريف وزارني، ودائما نتقابل. وأنا حضرت الحفلة التي دعا إليها فضيلة الإمام الأكبر منذ 4 أيام، وبنلتقي للمرة الثانية في رمضان. المرة الثانية في رمضان،
لكن احنا بنحتفل السنه دي بالعيد العاشر لهذا اللقاء. نسميها ايه؟ العشر الطيبه بقى. ليكن ليكن. كل سنه وفضيلتك طيب. قداسه البابا كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت مجمع الاشقاء معا في بيت واحد. نشكر ربنا، ده تقريبا العيد العاشر اللي نجتمع فيه في رمضان. ابتدينا من سنة 86 لغاية 96، ونشكر ربنا هذا الحفل استمر في جهات كثيرة في القاهرة وفي الأقاليم وفي المحافظات، وبقى تقريبا كأنه تقليد ثابت. احنا برضو بنحتفل بالسنة الثالثة اللي بنصور فيها البرنامج مع قداستك هنا في هذا المكان الجميل. احنا عملنا السنة دي فكرة في البرنامج بتاعنا اسمها لقاء الأشقاء، ايضا يمكن مشتقينها من فكرة حضرتك، ان احنا بنجيب الاخوة مع بعض والاخوات في البيت، بنخليهم يتجمعوا ونعيد الدفء العائلي للبيوت المصرية. انا بعتقد ان النهاردة برضو بنعيد الدفء العائلي بين بنسميها ايه، مش عايز اقول انا اقول لك حاجة يعني بلاش تقول نعيد الدفء، لان الدفء لم يزل لكي يعود مرة اخرى. تقول لكي يستمر الدفء او لكي يزداد الدفء. طب حضرتك بتقول ايه للدعوة اللي متبنية البرنامج بان الاشقاء يلتقوا سواء على الاسرة الواحدة او سواء على الوطن الواحد زي ما لقاء الاشقاء النهاردة؟ في الواقع انها فكرة جميلة، وفي كل لقاء بتوجد بركة وبتتوطد يعني عرى المحبة اكثر من الاول. فضيلة الشيخ سيد، طبعا احنا هذا اللقاء تعودنا عليه. اهلا وسهلا. فضيلة الشيخ سيد طنطاوي، احنا يعني تعودنا ما يبقاش موجود برنامج الا لما نسجل هذا اللقاء. قبل ما نخش ونقعد بسرعه كده، اهلا وسهلا. ايه راي حضرتك للمره العاشره، ده العام العاشر اللي يتم فيه هذا اللقاء بين المسيحيين والمسلمين الحميم بدعوه قداسه البابا للافطار؟ هذا لقاء اخوي طبيعي يجمعنا دائما على المحبة الخالصة، ويجمعنا دائما على الإخاء الصادق، ويجمعنا دائما على طاعة الله، ويجمعنا دائما على الوحدة الوطنية، لأننا جميعا نستنشق من هواء واحد، وتظلنا سماء واحدة، وتقلنا أرض واحدة، وتربطنا جميعا رابطة الإخاء الصادق الخالص لوجه الله، لأننا جميعا تجمعنا مصالح مشتركة، والحمد لله. وكلنا يكن بعضنا لبعض المحبة والمودة والإخاء الصادق الخالص لوجه الله عز وجل. قداسة البابا، أنا فخور بأن مرة طلبت الشيخ سيد طنطاوي، فضيلة الشيخ سيد طنطاوي، أصور معاه بعيد عن هذا اللقاء، فقال لي لا خليني أنا عايز تعيد لحضرتك الكلمات عشان قداسة البابا يسمعها، الكلمات اللي قلتها لي. قلت لي إيه؟ أنا محجوز لي إيه؟ لا طبعا، دائما تكون يعني الأخوة الصادقة تربطنا بقداسة البابا شنودة الثالث، ونحن والحمد لله دائما على صلة وعلى محبة وعلى مودة، وأفكارنا متقاربة وقلوبنا مترابطة ونفوسنا متصافية، والحمد لله. الحمد لله. هو قال لي خليني انا مع قداسة البابا، انا تعودت ما صورش غير معاه. احنا دايما مع بعض الحمد لله، ودايما بنفكر باسلوب واحد الحمد لله، ونجتمع حول راي واحد. وانا المحبه الكبيره التي بيني وبين فضيله المفتي بتزداد يوم بعد يوم لما في شخصيتي من حب وموده وترابط. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم. أشكر قداسة البابا على أنه يحفظ كثيرا من آيات القرآن الكريم، ويستشهد بها مما يدل على أن الأديان السماوية تجمع ولا تفرق، تعمر ولا تخرب، تبني ولا تهدم، تقارب ولا تباعد، وهذا والحمد لله موجود بيننا، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سيبقى بيننا كمسلمين وكمسيحيين. دكتور رمزوح البلتاجي وزير السياحة، بنقول لحضرتك كل سنة وانت طيب. انت طيب يا أخي رمسيس. اللقاء النهاردة اللي بيعمله قداسة البابا شنودة ولقاء الإفطار ده بيعني عند حضرتك إيه؟ والله بيعني أنا في رأيي تقليد كريم وعلاقات حميمة موجودة في الشعب المصري الواحد، وأنا أعتقد إنه ده عمل رمزي، والرموز مهمة
في حياة الشعوب، وإن كان في الواقع هو بيعكس حقيقة تاريخية واجتماعية وثقافية بتسود المجتمع المصري وبتسود الشعب المصري الواحد المتعدد الروافد، والحضارة المصرية والإنسان المصري والشعب المصري في وحدة كاملة ونسيج متجانس حقيقة، وتاريخ المشترك للمصريين مسيحيين كانوا أو مسلمين تاريخ واحد، ونضال للتحرر واحد، وظروف اقتصادية واجتماعية واحدة. مفيش، احنا ما عندناش أقليات، احنا شعب ليس به أقلية، وده دايما انا بشرحه للاجانب، بنقول لهم ان الاقليه هي اقليه ثقافيه او اقليه اقتصاديه اجتماعيه او اقليه محصوره في مكان جغرافيا. الشعب المصري شعب واحد نسيج متداخل سواء على المستوى